دبابة ميركاذا تعتبر العمود الفقري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي مصممة لحماية الجنود من الداخل. لكن كيف يبدو المشهد من داخل الدبابة بالنسبة للجنود؟ دعونا نلقي نظرة عليه. يتحكم بالدبابة 4 أشخاص، هم السائق والمدفعي والملقم والقائد. يقود السائق الدبابة عبر المقود ودواسة الوقود والمكابح، وهي تشبه إلى حد ما في هذه الآلية قيادة السيارة، في حين يجلس المدفعي هنا ويمكنه التحكم بالبرج والمدفع. وهو السلاح الرئيسي للدبابة من عيار 120 ملمتراً، كما يمكنه التحكم كذلك بمدفع رشاش لاستهداف المشاة. وهنا يقع القائد، ويستطيع كذلك التحكم بالبرج والمدفع وأخذ التحكم من المدفعي في حال إصابته مثلاً. ويمكنه التحكم بالحساسات والكاميرات لمراقبة محيط الدبابة، وفي حال ارتدى الطاقم القبعة الحديدية فيمكنهم رؤية المحيط بالالتفات. أما المذخر أو الملقم فيمكنه التحكم بنوع الذخائر المطلوبة وتلقيم المدفع بأزرار كهربائية. تتسع الدبابة ل48 قذيفة، لكنها تحمل الذخيرة من المستودع في مخزن منفصل يتسع ل10 قذائف لتفادي الانفجار في حال إصابة المخزن. وفي الخلف يمكن للدبابة أن تعمل ناقلة جند تحمل فيها 6 أشخاص. تمتلك الدبابة أسلحة أخرى، منها الرشاشات لاستهداف المشاة والآليات الخفيفة وقذائف الهاون التي يمكن تلقيمها من الداخل، إضافة إلى قنابل دخانية للتمويه في حال الهجوم. كما في المركاذة عدة وسائل لحمايتها. نظام تروفي يتصدى بشكل تلقائي للأهداف دون الحاجة لتدخل الطاقم، ويساعد الذكاء الصناعي في تسهيل العمل على طاقم الدبابة والتواصل مع الوحدات الأخرى في الميدان. كما أن التدريع مصمم لحماية الطاقم بشكل كبير، فالمحرك موضوع في مقدمة الدبابة. وتعتبر ذات تكلفة كبيرة تتجاوز 5 ملايين دولار للتصنيع. لكن ككل دبابة في العالم فإن لها مناطق ضعف قد تستطيع أسلحة بسيطة إعطابها أو تدميرها. ولكن كيف يتم ذلك؟ دعونا ننظر إلى تدريع المركاذة أولا. ينقسم دفاع المركاذة إلى قسمين، دفاع نشط وآخر غير نشط. الدفاع النشط هو نظام الكأس تروفي الذي يرصد قدوم القذيفة باتجاه الدبابة ويطلق المضادات لتدميرها قبل وصول المقذوف إلى الدرع. أما الدفاع غير النشط فهو تدريع الدبابة، ويتكون من طبقات عدة، منها طبقة الدرع التفاعلي الذي يعمل على عرقلة المقذوف أو حرف مساره وتشتيت رأس المقذوف واتجاه الاختراق، في حين توجد طبقات أخرى بعد ذلك تكون مركبة ومتباعدة لصد باقي المقذوف. الآن دعونا ننظر إلى قذائف الياسين 105. تتكون هذه القذائف من رأسين ترادفيين. لكن ماذا نعني بالترادفي؟ ينطلق الرأس على مرحلتين متتابعتين. الأولى هي الرأس الأمامي، ووظيفته كشف الدرع واختراق الطبقات الأولى من درع الدبابة، في حين يعمل الثاني على اختراق الدرع الأساسي وتحقيق الإصابة.
لكي يتمكن الياسين 105 من التدمير عليه تجاوز 3 طبقات دفاعية في هذا المثال. الطبقة الأولى هي الدفاع النشط، نظام تروفي، ويتم هذا عبر إطلاق القذيفة من مسافة قريبة، فلا تعطي هذه المسافة وقتاً كافياً لنظام تروفي للاستجابة. أما في المرحلة الثانية فعلى قذيفة الياسين اختراق الدرع التفاعلي، وهي عادة وظيفة الرأس الخارقي للدرع. وفي الثالثة ينطلق الرأس الأساسي لخرق الدرع الرئيسي وتدمير أو إعطاب الدبابة. لكن دبابة المركافة محصنة بشكل جيد، وبها تدريع أسمك من قدرة الصواريخ التقليدية المحمولة على الكتف على اختراقها. فكيف يمكن حدوث التدمير؟ الجواب بأن كل الدبابات في العالم لا تمتلك تدريعاً متساوياً في مناطقها كافة، بل هناك مناطق قوية التدريع وأخرى ضعيفة. فإذا ما استهدفت قذيفة الياسين 105 المناطق الضعيفة في دبابة المركافة، فبإمكانها عمل الاختراق اللازم للإعطاب أو التدمير.